بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله اخر محاضره في كرونيك كيدني ديزيز في الويبنارز اللي بنعملها على نت يوتيوب. وهنتكلم النهارده ان شاء الله على الكارديو باسكر ديزيز. اللي هو مين اللي انا هتكلم على الكارديو رينال سيندروم. طيب زي ما بنقول على طول ان احنا المحاضرات الفيديوهات موجوده على نت يوتيوب شانل على اليوتيوب والباوربوينت على netyoutube.com والفيسبوك جروب بننزل عليه الاسئله باستمرار والحالات المتعلقه بالمحاضرات. طيب انا هبتدي في الكارديو رينال سيندروم ب كلاسيفيكيشن المعتاد اللي احنا كلنا عارفينه البيزكس خالص. كارديو رينال سيندروم هو سيندروم فيه مشكله في الهارت والكيدني في نفس الوقت. الهارت في الكيدني في نفس الوقت. احنا عندنا خمس انواع من الكارديو رينال سيندروم. تايب 1 اند تايب 2 كارديو رينال سيندروم المشكله ابتدت في الهارت، الهارت ديزيز ابتدى الاول وده ادى الى كيدني ديزيز. يعني المشكله الاول في الهارت وبعدين في الايه؟ في الكيدني. طيب هقرب الصوت حاضر. المشكله في الهارت وبعدين في الكيدني. تايب 1 بيبقى اكيوت هارت فيلير فولود باي اكيوت كيدني انجري. تايب 2 كرونيك هارت فيلير فولود باي كرونيك كيدني ديزيز. تايب 3 اند 4 كارديونال سندروم المشكله هتبتدي في الكيدني وبعدين الهارت will be affected. ونفس الحكايه تايب 3 هيبقى acute kidney affecting acute heart. تايب 4 chronic kidney disease resulting in chronic heart failure. تايب 5 هو الكيدني والهارت الاثنين affected at the same time by systemic disease. زي sepsis whatever في systemic disease ابدا الى افكشن الاثنين في نفس الوقت مع بعض. فده الكلاسيفيكيشن التراديشنال اللي احنا كلنا عارفينه وبنشوفه في كل كتب. وطبعا بمنتهى البساطه من غير ما ادخل في تفاصيل السلايد دي ان احنا عارفين ان في انتر اكشن فيسيولوجيكال ريجاردنج الهرمونال سيستم والنرفس سيستم بين الهارت والكيدني ثرو هرمونال فاكتورز كتير وثرو اهمهم طبعا الانجيوتنسين سيستم وثرول السيمباثاتيك نيرفس سيستم الى اخره. ففي انتر اكشن فيسيولوجيك بين الهارت والكيدني. عشان كده لما الهارت بيبقى افكتد الكيدني بيبقى افكتد والعكس. الحقيقه لما جيت احضر المحاضره دي كنت يعني محتار لان الموضوع ضخم وكبير جدا. فحبيت اسال الناس كده انتوا حابين تسمعوا ايه لو انا هتكلم على الكارديو رينال سندروم. وكل الناس دخلت يعني تقريبا ردت عليا اتكلموا تقريبا او اختاروا المواضيع الاساسيه او الكبيره كلها اللي بتقابلنا في البراكتس اللي انا طلعت منها بالتوك اوت لاين بتاعي ده. هغطي الديكونجستيف ثيرابي يعني عيان اوفرلودد وعايز اديله دايوريتكس هديها له ازاي. هغطي الرينال انجيوتنسين سيستم انهبيتور الاس جي ال دي 2 انهبيتور وبعض الادويه اللي ملهاش افكت وحاجه اسمها ثيرابي مهمه اسمها سكيميا سكيمي. نبتدي بالديكونجستيف ثيرابي بنشوفها كتير جدا في البراكتس. عيان اوفرلودد وهنديله دايريتكس. بنبلغ كتير قوي من زمايلنا بتوع الكارديولوجي العيان ده كان ماشي على دايريتكس وبقى دايريتك ريزيستنت ومش جايب ريسبونس لو سمحت تروح اتصرف معاه. فاحنا اول سؤال بنساله نفسنا عيان جايب دايريتك ريزيستنس ونوت ريسبوندنج وهارت فيلير ونوت ريسبوندنج تو دايريتكس اعمل له ايه؟ هل اعمل له الترا فلتريشن احطه على مكان الدايريتكس واعمل له الترا فلتريشن ولا اديله انترافينوس دايريتكس؟ والله هو نظريا ثيوريتيكالي الالترا فلتريشن احسن ثيوريتيكالي نظريا لان ما الالترا فلتريشن مش هدي ادويه تشتغل على مش هتاثر على النيرفس سيستم او الهرمونال سيستم هشيل ميه بس الالكترولايتس هتبقى بالانسد نوعا ما. فبالتالي نظريا الفلتريشن احسن ولكن الحقيقه الايفيدنس بيقول عكس كده. دي اشهر الاستاديز اللي قارنت الانترافينوس دايريتكس مع او ضد الالترا فلتريشن في العيانين اللي هم الهارت فيلر. وكانت الاستاديز دي اغلبها او كلها تقريبا في الاكيوت دي كومبنسيتد هارت فيلر. لو نو ستاتستيكال سيجنفكت ديفرنس مفيش فرق في الاند ريزلت او البرايمري اوت كام وات ايفر كان ايه كل استادي بين الالترا فلتريشن والدايريتكس مفيش فرق. ده مش كده وبس ده في تو ستاديز كبار جدا الكيرز اتش اف والافويد اتش اف طلعوا ان السايد افكتس كانت اعلى في الارم بتاع الالترا فلتريشن. فهنطلع من هنا ايه؟
ان الريزلتس بتاعت مفيش ريزلت سبورتيف قوي ان انا اختار الالترا فلتريشن. فبالتالي كل الجايد لاينز والليتريتشر والاكسبرت اوبينينز بيقول لك دايما ابتدي بالايه؟ بالانترافينس لوب دايريتكس بلس ماينس اذر دايريتكس. والالترا فلتريشن كان بي كونسيدرد اونلي لو العيان الصوت مش واضح يا جماعه عند كله. هتحتاجوا هيدفونز يا جماعه. بيقطع هيبقى النت، بس انتوا هتحتاجوا هيدفونز، يعني هو غير انه بيقطع واضح. فكده كل الجايد لاينز او الليترتشر او الاكسبرت اوبينيون كله ماشي في سكه ان احنا نبتدي بالدايريتكس وبعديها الالترا فلتريشن لو الدايريتكس فيلد. طيب السؤال بقى خلاص، انا هبتدي ادي انترافينوس دايريتكس دلوقتي، هل اديها انترميتنت ولا كونتينوس انفيوجن؟ يعني هل ادي العيان بولسز كل مثلا فلوسيمايد مثلا بالجرعه المعينه مثلا او الفلانيه كل ست ساعات مثلا، ولا احط العيان على سيرنج بامب و اخلي فيه كونتينوس انفيوجن اوف دايركتس، مين احسن؟ الحقيقه الاستاذز اللي اتعملت وقارنت ان انا ادي العيان انترميتنت بولسز كل ست ساعات كل اربع ساعات كل ثمان ساعات وكونتينوس انفيوجن، قارنوا من حيث الافكاسي والسيفتي بتاع الطريقتين، ما كانش فيه فرق ولا في الافكاسي ولا في السيفتي. اسف كانش فيه فرق في الافكاسي، لكن السيفتي الانترافينوس كان سيفر، كان ليس اوتو توكسيستي، لكن الافكاسي بين الاثنين كانوا نفس الحاجه. طيب هدي العيان جرعه قد ايه؟ يعني عيان ادي له قد ايه مثلا؟ قررت ادي بولس او انفيوجن ادي له 20 ملي جرام 40 ملي جرام 80 ملي جرام، ادي له قد ايه من الدايركتس؟ عشان اقول هدي له قد ايه من الدايركتس لازم اتكلم على كونسبت الاول مهم قوي اللي هو اسمه single maximum effective dose. يعني ايه؟ اول حاجه single effective dose هي اقل جرعه ممكن العيان ياخدها يجيب عليها ريسبونس، اقل منها مفيش ريسبونس. يعني زي مثلا هنا ادي مفيش ريسبونس غير لما اديت جرعه معينه، وكل ما بعلي الجرعه كل ما الريسبونس بيزيد، تمام؟ وتفر الجرعه دي كام بس، لازم عندي في كونسبت اسمه السنجل افكتيف دوز او الليست افكتيف دوز او المينيمال افكتيف دوز، هي اقل جرعه المفروض عند العيان اديها تدي ريسبونس. طيب يعني هديك مثال، انت جالك عيان اوفرلودد وانت اديته بولس مثلا 40 ملي جرام في السمايل، ما جابش عليها ريسبونس، ما جابش على ال 40 دي ريسبونس. السؤال بعيد ال 40 على فترات ولا ترفع الجرعه بتاعت ال 40 خليها 60 مثلا؟ الاجابه انك ترفع الجرعه ل 60 مثلا عن ان انت تكرر ال 40. ليه؟ لان انت ما وصلتش للسنجل ليست افكتيف دوز المينيمال دوز. ال 40 ما جابش عليها ريسبونس يبقى مش هجيب على ال 40 خالص، ما وصلتش للعيان ده للسنجل افكتيف دوز اعلى 60 جاب خلاص، ما جابش يبقى 80. يبقى ده مفهوم او فكره السنجل افكتيف. طبعا كل ما بعلى بالجرعه كل ما ايه الدايوريسيس هتزيد تو انفينيت، لا لغايه ما اوصل حاجه اسمها الماكسيمم افكتيف دوز اللي هي جرعه وصلت لها مهما اعلى عنها العيان مش هيجيب يورين ازيد، خلاص هو ده اخره. وهتختلف طبعا هنقول الجرعات دلوقتي، يبقى انا عندي السنجل مينيمال افكتيف دوز اقل جرعه العيان هيجيب عليها ريسبونس، والماكسيمم هي اعلى جرعه خلاص العيان بعديها هيوصل في بلاتو هنا، سوري هنا خلاص العيان عند الجرعه دي خلاص مفيش ريسبونس اكتر من كده، ريسبونس بتاعه واحد. طيب الافكتيف دوز الماكسيمم كام في كل ستيج من الستيجز بتاعت السي كي دي؟ بتختلف على حسب الجي اف ار، وهم بيقسموها مينلي مودريت وسيفير سي كي دي، وبتختلف من جايد لاين لاخر. ولكن لو جينا في السيفير سي كي دي، السيفير سي كي دي ده ممكن نقول هو ستيج 4 اند 5، يعني من اول 3 دي يمكن لغايه 4 اند 5، ممكن ادي بولس لغايه 200 ملي جرام بس بديه على حوالي ساعه لثلث، والايكويفالنس طبعا بتاع الفلوسامايد اللي هو الديوميتانايد والتورسامايد ب 8 ل 10 ملي جرام ديوميتانايد و 50 ل 100 تورسامايد. هنا يمكن الامريكان جايد لاينز
الارقام اقل شويه، ولكن في الاخر هي نفس الفكره، اقل في حاجات واعلى في حاجات، ولكن في الاخر هي نفس الفكره. طيب تعالوا نشوف لو انا قررت استخدم انترميتنت بولس مع العيان مش كونتينوس انفيوجن، ايه الابروتش بتاعي اللي انا هعمله مع العيان ده؟ يعني انا اديته 20 مللي جرام، طب انا هحكم على نفسي بعد قد ايه؟ ال 20 دي جابت ريسبونس ولا لا؟ اديته 40 الى اخره. في ريفيو ارتكل انا كاتبه في اليورولوجي اند نفرولوجي اوبن اكسس جورنال، هو جورنال ضعيف بس الريفيو ارتكل انا كاتبه كويس، بتكلم فيه على ريفراكتري ايديما والكونتستيف هارت فيلير ستيب وايز ابروتش. ايه الستيب وايز ابروتش بتفاصيل اكتر من اللي انا هقولها دلوقتي، من اول الهيستوري لغايه ما العيان يجيب بول او يوصل لدايلس. طيب الابروتش اختصاره ايه؟ لو انت هتديني بولاسز، جالك العيان انت قررت انك تديله 20 ل 40 مللي جرام بولس او ايكويفالنت، ايكويفالنت يعني فورسامايد، شوف بقى التورسامايد تبقى ايكويفالنت كام او بيمتناد لو انت عايز تبقى. تعال جاب جود ريسبونس، بعد قد ايه بقى جود ريسبونس باساس؟ بعد ساعتين. غالبا البيك افكت بتاع البايوليتك اللي انت اديته بيبقى من ساعتين لثلاثه، فيو كان اساس يور ريسبونس بعد ساعتين لثلاثه، لو ريسبونس ضعيف بعد ساعتين لثلاثه ريسبونس هيفضل ضعيف. طيب لو انت العيان اداك جود ريسبونس على 40، خلاص كرر بقى ال 40 على حسب الفريكونسي اللي انت شايفها، على حسب الفوليوم اوفرلود اللي في العيان. طيب ما جابش ريسبونس على ال 40 او على ال 20 او وات ايفر انت اديته، بعد ساعتين لثلاثه اديله بولس ثانيه بس بدوس اعلى، وكمل بقى بنفس السيكونس لغايه ما انت تبقى ساتسفايد. طب لو اداني بارشال ريسبونس، اداني يعني دايوريسيس بس مش الدايوريسيس اللي انا عايزها، مش حاسس ان الفوليوم اللي نازل ده هيخلي الفوليوم اوفرلود اللي عند العيان يروح، قدامي احتمال من اثنين، ان انا اكرر نفس الدوز طالما كده كده اداني بارشال ريسبونس، او احط ثايازايد دايوريتك. طب ثايازايد دايوريتك هيعمل ايه؟ ايه وموقفه؟ هنتكلم على الثايازايد لوحده. ولكن الحقيقه بقى واللي بيحصل اكتر في البراكتس وبشوف اساتذتنا بيعملوه، وانا بميل ليه بصراحه، ان احنا نستخدم الكونتينوس انفيوجن مش البولاسيس. ليه؟ الكونتينوس انفيوجن انا بشوف ان هو بيديني مالياباليتي اكتر وليونه اكتر، ان هو في لحظه عايز ارفع الجرعه، في لحظه عايز اقلل الجرعه بعرف. انما البولس لو انا اديت العيان بولس معين والعيان جاب دايوريسيس عليه مهول، خلاص مش هعرف ارفعه. انما الانفيوجن نوعا ما اعتقد ان هو كنترول. طيب نقطة بقى فنية مهمة مكتوبة في كل التكست. أنا قررت العيان اللي جاي بايريتك ريزيستنس، أورال بايريتك ريزيستنس وكونجستد، إن أنا أديله انترافينوس انفيوجن. لازم قبل ما أديله انترافينوس انفيوجن، مع إن يعني تقريبا 90% من البراكتس ما بيحصلش كده، لازم قبل ما أديله انترافينوس انفيوجن ها كونتينوس انفيوجن أجرب معاه بولاسز الأول. لان البولاسز لو ما جابش عليها ريسبونس يبقى مش هيجيب على الانفيوجن، وهاخد قرار الدياليسز بسرعه. النقطه دي مهمه وهوري حضراتكم في الابروتش دلوقتي اهميتها. Continuous infusion shouldn't be tried in patients who haven't responded to repeated bolus doses. هجرب بولاسز الاول. طب نشوف الابروتش، او نشوف الابروتش ده مثلا في عيان مثلا الجي اف ار بتاعه اقل من 30، وانا قررت اديله ايه؟ اعمل له ايه؟ Continuous infusion. ابتدي الاول بولاسز زي ما احنا قلنا، تمام؟ يعني هديله 20 مللي جرام مثلا ما جابش عليها، اروح مديله 40 مللي جرام بعد ساعتين ما جابش عليها، هديله 80 مللي جرام ما جابش عليها. لو فضلت اعلى لغايه ما وصلت للماكسيمم دوز كل ساعتين لثلاثه، هو ما بيجيبش على الدوزز دي، يبقى العيان ده خلاص مش هيجيب على البايوريتكس خالص، والمفروض اخد قرار الغسيل. طب لا اديته 40 جاب ريسبونس كويس قوي، خلاص ممكن بقى يكمل بولاسز لو انا عايز، او اقلبه على الانفيوجن بالطريقه اللي هقولها، تمام؟ طيب لو عندي جي اف ار اقل من 30 وجربت معاه البولاسز وجاب نتيجه، ممكن تبتدي الانفيوجن، مش لازم الرقم اللي انا كاتبه في الابروتش ده، ممكن اقل. في ناس بتبتدي ب 10 ب 15 ب 20، انا كده كده همشي ستيب وايز ابروتش. في مثلا ابتديت ب 20 مللي جرام بير اور انفيوجن، فاشوف اليورين اوتبوت بتاع العيان بعد ساعتين، هل اليورين اوتبوت ساتسفاينج ليا ولا لا؟ ده احتمال من اثنين. ايه الادكويت والنو يورين اوتبوت او ادكوت يورين اوتبوت؟ ايه ده؟ يعني هو جاب على البولس، سي مثلا ده اديته بولس 80 وجاب عليها مثلا، جيت علقت له انفيوجن 20 مللي جرام في الساعه، ممكن ما اجيبش عليها. ممكن يبقى محتاج انفيوجن اعلى. طب اعمل ايه في الحاله دي؟
اقول دلوقتي طب لو العنجه بادكوتيرين ابوت وانا ساتسفايد اقعد اعمل له اسسمنت كل ساعتين لغايه اما المايلو جسمه تفضى وبعد كده هحوله على اورال ثيرابي في الاخر. طيب لو العيان نوت ريسبوندنج ما جابش عشان ما اضيعش عليه وقت اديله بولس اللي كان استجاب ليها في الاول تاني، يعني اديته 80 جاب عليها ريسبونس فقلبته على انفيوجن مثلا 15 وبعد ساعتين بعمل اسسمنت اليورين ابوت وحش اديله 80 تاني عشان ما اضيعش عليه وقت وبعدين اعلي الانفيوجن وتابعه بعد ساعتين وهكذا لغايه ما اوصل للاخر. وفي احتمال تاني زي ما قلنا لو بارتشر ريسبونس بدل ما انا اعلي الانفيوجن ممكن ادخل فايزايد دايركتس، فايزايد هتكلم عليها لوحدها دلوقتي. السؤال هنا بقى اللي دايما بنتساله، طب افرض العيان بقى انا عليت ووصلت الماكسيمم كام في الانفيوجن؟ يعني حطه كام مللي جرام في الساعه بعديها ما اقدرش اعلي؟ والله هو العرف اللي موجود اكتر 40 مللي جرام في الساعه. مع ان في كتب جايه كاتبه دوس اعلى من كده. بس في الانفيوجن كونتينوس انفيوجن العرف 40 مللي جرام في الساعه. لو العيان ما جابش عليهم ريسبونس مش هيجيب وابتدي خد بقى فكر في الالترا فلتريشن. السؤال هنا بقى طب انا امتى اقول اليورين اوتبوت ساتسفاينج ولا نوت ساتسفاينج؟ الحقيقه الحته دي يعني ملهاش اجابه ولكن هو اللي مكتوب في الكتب او في الليتريتشر. يعني انت محتاج العيان يجيب من نص ل 1 مللي في كيلوجرام بير اور يورين. بس ساعات لما بتيجي تحسب الكميه دي على العيان ساعات احنا بنشوف عيانين زياده 20 و25 لتر ميه. لو انت استنيت على العيان ان هو يجيب من نص ل 1 مللي في كيلوجرام بير اور هتفضي الميه اللي في جسمه دي في اسبوع 10 ايام. والعيان لو خصوصا لو هو محجوز في مكان برايفت ممكن ما يقدرش على التكلفه. طب يعني انا اعمل ايه؟ ساعتها بنزود الدواريس الساعات بس برضه وذين ليميت. ليه؟ ان الاوفر دايريسز ممكن يدخل عيان في بري رينال فيلير. واضح؟ فالاكسبتد العيان يطلع نيجاتيف بالانس من 2 ل 3 لتر في اليوم يعني. وبرضه على حسب الكلينيكال ريسبونس بتاع العيان اللي قدامك بيبتدي يتحدد ويتكرر. وين تو اد ثايزايدز؟ عشان نقول احنا امتى نحط ثايزايدز عايزين نتكلم اللوب دايريتكس اصلا بتشتغل ازاي او فكرتها ايه؟ او امتى يحصل ريزيستنس؟ احنا عارفين طبعا ان الصوديوم المفروض يبقى ري ابزوربت في الاسندنج جروب اوف هنلي باي صوديوم بوتاسيوم كلورايد كو ترانسبورتر. وده اللي بيشتغل عليه مين؟ بيشتغل عليه اللوب دايريتكس تقفل الريسبتور ده وبالتالي الصوديوم اغلبه بينزل في اليورين وهو ده اللي بيعمل الدايريتك افكت لان باي اوزموزس بيسحب معاه ايه؟ بيسحب معاه ميه. لكن الحقيقه مش كل الصوديوم اللي بيبقى بلوكد في الاسندنج لوب اوف هنلي بينزل في اليورين. في جزء بيحصل له ري ابزوربشن في الديستال بارت اوف ذا تيبيولز عن طريق حاجه اسمها الصوديوم كلورايد كو ترانسبورت. تمام؟ طيب اللي بيحصل ايه في عيانين الهارت فيلير اللي بياخدوا دايريتكس فتره طويله؟ ما انت بص تلاقي ايه مبعوت لك عيان يقول لك انا كنت ماشي على الجرعه الفلانيه من الدايريتكس وكنت بجيب ريسبونس كويس قوي. فجأة ما بستجيبش خالص. ايه اللي حصل في العيان ده؟ اللي حصل في العيان ده مع الكرونيك يوز اوف لوب دايريتكس بيحصل فلو ديبندنت هايبرتروفي في الصوديوم كلورايد كو ترانسبورترز. الريسبتورز دي بتتقن او بتكبر او الفوليوم بتاعها بيزيد نتيجه من كتر ما هي شغاله وبتري ابزورب صوديوم مكان الصوديوم اللي بيهرب نتيجه البلوك في الاسند جروب اوف. لو كنا نزلنا المره اللي فاتت 4 مولكيولز اوف صوديوم، 3 كانوا نزلوا في اليورين وواحد حصل له ري ابزوربشن، اما الريسبتورز دي بتتخن لا العكس بيحصل، هنا الري ابزوربشن باور بتاع الصوديوم كلورايد كو ترانسبورتر بتزيد جامد. وبالتالي الصوديوم ري ابزوربت في حته ثانيه غير لوب فيلي ويسحب معاه ميه وده يعمل دايريتك ريزيستنس ويسموها دايريتك بريكنج فينومين. ده العين نوت ريسبوندنج مع انه كان بيستجيب قبل كده. طب حلها ايه دي عشان اساعد اللوب دايريتكس؟ ادي اللوب دايريتكس عشان يقفل هنا وادي حاجه تقفل هنا. ايه اللي بيقفل هنا؟ يعمل سيكوينشال نيفرون بلوك. هو مين؟ هو الثايزايد. وهي دي فكره الثايزايد. يبقى لو عندي جاب بارشال ريسبونس ممكن اعد ثايزايد او ازود الجرعه. انت حر بقى شوف انت حابب تعمل ايه. ممكن الاثنين على حسب الايه فلويد اوفر لود بتاع العيان. بس هي دي فكره الثايزايد الاساسيه. يبقى وين تو اد ثايزايد؟ ممكن ابتدي ثايزايد من الاول. انا اقرر ما استناش لسه اشوف ريسبونس العيان. لو انا عارف ان العيان كان اصلا بقاله فتره على الدايريتكس وانا متوقع ان يكون حصل فيه البريكنج فينومينا دي، او لو العيان كان جاي بارتر ريسبونس وانا بدل ما ابقى عايز ازود الفروسامايد او اللوب دايريتك ممكن ادخل معاه ايه؟ ادخل معاه ثايزايد. طب السؤال اللي بنتساله دايما
طب انا حضرتك دلوقتي لما بدي دايريتكس ممكن اليوريا تعلى، احنا عارفين دايريتكس تعلي اليوريا نتيجه البريدينال افكت بتاعها، وممكن تعلي السيرم كرياتينين. اوقف الدايريتكس ولا ما اوقفش؟ يعني امتى اوقف الدايريتكس؟ لما اليوريا تبقى كام او الكرياتينين يبقى كام؟ والله الاحتمالات اللي قدامنا كالاتي: عن هارت فيلير وانا مديله دايريتكس وابتدى يعلى معاه البلاد يوريا نيتروجين اند اور سيرم كرياتين. الاحتمال الاولاني العين اصله عنده حصل عنده سبب تاني ادى الى ارتفاع البابينا والكرياتين، مش الدايركتس. حصل اوبستراكشن، بيحصل يوريا تراك اوبستراكشن، العين في نيفروتوكسيك ميديكيشنز وقفها، يعني اعمل اسسمنت العين، ولكن غالبا العين ما يبقاش فيه حاجه. الاحتمال الثاني ان اليوريا عليت بس الكرياتينين ستيبل ما زادش او مينيمال انكريز، يبقى احنا لسه في مرحله البري افكت. هنا دايريتكس شود بي كونتينيد مع طبعا ايه كيرفول مونيتورنج للكرياتينين واليوريا. كمل الايفيدنس ماشي دلوقتي في سكه ان انا افضي عيان من الميه، يعني ابقى ميال اكتر ان انا افض ايدي تبقى تقيله اكتر عن ان انا افضي الميه من العيان. طب نفرض ان حصل انكريز السيرم كرياتين بصوره ملحوظه غالبا نتيجه بقى البري رينال افكت، اقلل الدوز بتاعت الدايريتكس او اوقفها شويه واعيد الكرياتين تاني، وممكن بقى مع الكونسلتيشن مع الكارديولوجي او الاي سي يو على حسب العيان محجوز فيه ممكن تبتدي انوتروبيك ثيرابي عشان يحسن الكارديك اوتبوت والفوليوم ايه؟ الفوليوم الانترافاسكولار. سؤال بقى مهم اخير عشان نخلص الحته دي، الفوليوم اسسمنت. انا جاي لي عيان وهحكي لحضراتكم قصه برضو دلوقتي، والقصه دي بتقابلنا اكتر كمان في عينين الجلاسين، بس خلينا نتكلم في عينين الهارت فيلير، اعرف منين العيان ده اصلا اوفرلودد ولا لا. فهنقول الايديما. طيب ايه رايك ان العيان ممكن يبقى في ايديما بس انترافاسكولاري، هو ديبليتد ما فيهوش فوليوم، وتدي له دايريتكس يخش في بري رينال فيلير؟ طب انا هعرف منين؟ هدي حضراتكم كيس سيناريو انا شفته تمام، وحصل يعني شفته معايا وشفته مع ناس كتير، يعني اتكرر كذا مره. حاله جايه دايريتك ريزيستنس تيبيكالي مبعوثه من حد كارديولوجي، يا جماعه الراجل ده كان ماشي على بوسامايد وفجاه قطع بور، خلاص الفكر في دماغنا كلنا دايريتك ريزيستنس. والعينه جت العينه كلينيكالي فيها ايديما، بيتنج ايديما كويسه محترمه، العينه اوفرلودد، ولكن مع الهيستوري مع العينه هي، وده يعني هي اللي قالته من نفسها، انا حضرتك قالت كده بالظبط، انا اخذت البوسامايد 500 مللي جرام كوره، جبت كمية يورين كبيرة جدا 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 يومين ورا بعض، وبعدين قطعت بول مرة واحدة. واضح ان هي دخلت في ايه؟ دخلت في بوليوريا وبري رينال فيلير واكيوت تيوبلر نيكروزس انترافاسكولار ديبليتد، برغم ان لسه الانترستيشن مليان لان هي كانت هايبو البيمينيمك شوية، فكان الريفيل في الانترافاسكولار كومبارتمنت ضعيف. فحل الست دي ايه؟ حلها ايه؟ لا مش دايريتكس، فلويدز بالراحه جدا، وفعلا الست ريسبوندد للفلويدز ودخلت في البوليوريك فيز اوف اكيوت كيدني انجري، وكانت بتجيب 12 لتر بول في اليوم، وقعدت اربع ايام عقبال ما عملت كونسنتريشن لليورين. القصد ان احنا لازم ناسس الفوليوم كويس. طب اسس الفوليوم كويس اللي انا قلته ده مش الكومن، بس انا عايز اوصل لاهميه الفوليوم اسس. اشهر واكتر حاجه موجوده في البراكتس وبنعتمد عليها الحقيقه جدا كلنا وحضراتكم اكيد بتعتمدوا عليها، الانفيريور فينا كافا كولابسابيلتي بالسونار العادي، والناس بتاعت الاشعه كلهم خلاص حافظينه دلوقتي، بشوف الانفيريور فينا كافا بيكولابس ولا لا، والسايز بتاعه بيزيد ويقل ولا لا. عارفين الانفيريور فينا كافا الطبيعي بتاعه ان مع الانسبيريشن بيكولابس، لان مع الانسبيريشن النيجاتيف ثراسك بريشر الدم بيتسحب انتر ثراسك، فالانفيريور فينا كافا بيكولابس والدايمتر بتاعه بيقل. مع الاكسبيريشن الانترا فراسك بريشر بيبقى بوزيتيف، فالانفيريور فينا كافا الدم الرجوع منه للثوركس بيبقى صعب، فالانفيريور فينا كافا بيضخم والكولابس بتاعه بيقل. هم عندهم بتوع الاشعه كولابسابيلتي اندكس عندهم ريشيو كده بيعملوها عشان يقول لك هو كولابس بكام في الميه والسايز بتاعه قد ايه. امتى نقول العيان ده اوفرلودد؟ لو الانفيريور فينا كافا دايامتر بتاعه اكتر من 2 سم ونص والكولابسابيلتي بتاعته اقل من 50%، تمام؟ يبقى تاني لما يجي لي ريبورت ان الكولابسابيلتي اقل من 50% والدايامتر اكتر من 2 ونص بتاع انفيريور فينا كافا، يبقى العيان ده فوليوم اوفرلود. خلاص
اوكي. حاجات تانية يعني في ناس شفت ناس بتستخدمها الحقيقة بقى، بس أنا ما جربتهاش يعني، ولكنها موجودة وبوبيلر في حتت معينة. اللانج الترا سونوجرافي بيبصوا على البي لاينز، في اللي هي الخطوط دي البي لاينز بيبصوا عليها، وجود ثلاثة أو أكثر بي لاينز، تو أور مور بايلاترال لانج زونز انديكيتنج بالمونري إيما. يعني بس عايز حد بتاع سونار بيعرف يعمل لانج الترا سونوجرافي كويس. والحاجة المهمة بقى جدا 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 وبتبقى مزد كتير، الانترا ابدومينال بريشر. انترا ابدومينال بريشر دي ستادي اتعملت على ناس اكيوت دي كومبنسيتد هارت فيلير. احنا كنا اتكلمنا في محاضرات الاكيوت كيدني انجري على محاضره كان اسمها الانترا ابدومينال هايبرتنشن، واتكلمنا ازاي بنقيس الانترا ابدومينال بريشر، وكان من البريسبيتنج فاكتورز او ريسك فاكتورز ان عيان يبقى عنده انكريز انترا ابدومينال بريشر كان هارت فيلير لاسباب كتير، ممكن منهم اسايتس. ففي الاستادي دي لقوا ان 60% من العيانين اللي عندهم اكيوت دي كومبنسيتد هارت فيلير، وممكن يبقى موجود في الكرونيك كمان بس ما اعرفش النسبه قد ايه، عندهم انكريز دي انتر ابدومينال بريشر اكتر من 8 ملي متر مربع لاسباب كتير كان منهم اسايتس. ولقوا ان هم عملوا دي كومبريشن الابدومينال بريشر، سواء كان بقى اسايتس حصل باراسينتيسيس او وات ايفر، كان في كونستيبيشن صلحوا المشكله، الاسباب اللي احنا كنا قلناها في محاضره الانترا ابدومينال هايبرتنشن، لقوا تحسن سيجنيفيكانت في الكرياتينين في العيانين دول. فبجانب ان انا بدور على الفوليوم اوفرلود في العيان، ما انساش ان انا اقيس الانترا ابدومينال بريشر في العيان ده، لان الهاي انترا ابدومينال بريشر عارفين طبعا ده بيزود الانترا بلفك بريشر في الكيدني وبيقلل الدايوريسيس وممكن يعمل دايوريتيك ريزيستنس. الحاجه الاخيره من الحاجات اللي بتبقى برضو اسسد وموجوده ولكنها برضو مش بوبيلر قوي في البراكتس هو البي ام بي. الحقيقه مش هطول في الحته دي، ولكن لقوا ان العيانين اللي البي ام بي بتاعهم البرين ناتريتيك بيبتايد بتاعهم اقل من 250 الريسبونس بتاعهم للدايوريسيس بيبقى كويس، ولكن اللي كانوا اعلى من 250 البرين ناتريتيك بيبتايد الريسبونس بتاعهم بيبقى ضعيف للدايوريتكس، وفرصه الكرياتين ان يخش في اكيوت كيدني انجري وان الكرياتين يعلى بتبقى اكتر. يعني مش بوبيلر. انا اللي شايفه بوبيلر الحقيقه واجب استخدامه بشده مع الكلينيكال اكزامينشن اللي بنعمله هو الانفيرور فينا كيرف دايمتر. في الحالات انا اختصرت كده الستيب وايز ابروتش بتاعت الكونجستيف ثيرابي، في محاضره كامله على نيكوتيوب بتكلم عليه لوحده وفيها الريفيو ارتكل قلت لحضراتكم عليه، وموجوده فيديو على ما اتذكر على اليوتيوب شانل. نيجي بقى للراس انهبيشن في الكرونيك كارديولينال سندروم. المشكله المستمره بيننا وبين الكارديولوجيست ايه هي؟ بتاع الكارديولوجي عايز يكتب اس انهبيتور عشان الكارديو بروتكتيف افكت بتاعه، واحنا العيان يا عم الكرياتين بتاعه 3 ومش عارف 4 ولا كام، احنا خايفين من الاس انهبيتورز عشان الدينجرس افكت بتاعه على الكيدني. طيب امتى اوقف وامتى اكمل؟ تعالوا نبص مع بعض كده. الريفيو ارتكل ده خطير جدا، بيتكلم على اللي تشينجز ان رينال فانكشن اسوشيتد وذ تريتمنت ان هارت فيلير. الجدول ده بيتكلم بالاخص عن الحته بتاعه الاس انهبيتورز. احنا عارفين طبعا هما دلوقتي بقى دايما لما يجي يكلمك على هارت فيلر لازم تقول تحدد هل ده هارت فيلر ويز ريزيرفد اجكشن فراكشن ولا هارت فيلر ويز ريديوسد اجكشن فراكشن ليفت اجكشن فراكشن. يختلف جدا القرار بتاع الادويه على حسب هل العيان ده اهو هارت فيلر بس اجكشن فراكشن بتاعه كويس ريزيرفد، ولا عنده هارت فيلر اجكشن فراكشن بتاعه واقع. تعالوا نشوف لو العيان عنده بريزيرف ايجكشن فراكشن يعني حاله الهارت بتاعته كويسه. احنا عارفين طبعا ان احنا بندي الكرياتينين بندي الاس انهبيتور وبعد اسبوع بنعيد الكرياتينين والبوتاسيوم، ولو زاد الكرياتينين اكتر من 30% كنا بنقول ان احنا ايه بنوقف الكرياتينين او بنقلل الجرعه. تعالوا بقى نفسر الكلام ده اكتر. لو العيان هارت فيلير بريزيرف ايجكشن فراكشن والكرياتينين اقل من 30% يعني اكسبتد رينج كويس قوي بالنسبه لنا، يبقى consider stop is according to sorry خلينا في الاس انهبيتور بس consider stopping is consider stop يعني not ما لك توقف consider يعني خليه في النجاة لان الكرياتين زاد خلي عينك عليه بس كمل الاس انهبيتور. انما لو الكرياتين زاد اكتر من 30% باي طريقه من الطرق او الجي اف ار قل you have to stop الاس انهبيتورز في العين اللي عنده بريزيرفد
ايجكشن فراكشن. ولكن التلقين في مية كونسيدر اوقف، مش هوقف، لا ممكن نكمل نتكلم، انما لو زاد اكتر من 30% وقف. الموقف ده هيبقى يختلف جدا في العيان اللي معاه reduced ejection fraction. ليه؟ هنا الاس انهبيتور فايتال جدا في الحالات دي. طيب لو العيان اقل من 30% الكرياتينين زاد كونتينيو، الا لو العيان جاله سيمتومز اوف هايبوتنشن. لو العيان زاد من 30 ل 50% قلل الجرعه او وقفه تمبرري وبعدين جرب تاني الاس انهبيتور. لو العيان زاد اكتر من 50% لا لازم توقفه تمبرري وارجع جرب تاني. بص حضرتك هنا في الريديوس ده هم بيزقوا ناحيه ان انت حاول تستمر انك تكمل الاس. بس طبعا لو الجي اف ار نزل عن 20 وابتدى يحصل هايبر كاليميا وسيمبتومز اوف يوريميا، لا هنا بقى مفيش حل خلاص، لازم توقف الايه؟ لازم توقف الاس. في نقطه هنا مهمه، واحنا يعني احنا متفقين ان كلنا متعلمين من زمان ان الكرياتينين لو زاد اقل من 30% بكمل الاس ان هيبتور. تعالوا نبص على الاستادي دي كده. الاستادي دي عملوا ايه؟ جابوا الناس اللي اخذوا الاس ان هيبتور والكرياتين عندهم زاد، وقسموهم ثلاثه كاتيجوريز. الناس اللي الكرياتين زاد عندهم من 10 ل 19%، والناس اللي زاد الكرياتين من 20 ل 29%، والناس الكرياتين زاد اكتر من 30%. لو ايه؟ ان وات ايفر كرياتينين زاد كام؟ اكتر من 30 او اقل من 30، المورتاليتي بتزيد والهارت فيلير بيزيد والاندستيج بيزيد الى اخره. ايه ده؟ حتى لو كرياتين زاد اقل من 30% حتى لو كرياتين زاد اقل من 30%. طب ايه ده؟ يعني انا كرياتين لو زاد مع الاس انهبيتور اوقف بقى كده الاس انهبيتور ما ادوهوش؟ لا، هم حتى قالوا كده. These results don't address the issue of this discontinuation of ACE inhibitors when plasma creatinine increases, but to suggest that patients with increases in creatinine have higher subsequent risk of cardiovascular and kidney outcomes. يعني خلي عينك على العيان، انما ما توقفش الاس انهبيتور لان البنفيت بتاعه ممكن يبقى اعلى او ازيد من ايه؟ من الريسك في الحاله. احنا اتكلمنا على ايه دلوقتي؟ اتكلمنا على الراس انهبيتورز. في دواء تاني وهو بوبيلر اكتر بين بتوع الكارديولوجي، ولو حد من حضراتكم بيشتغل كارديولوجي مع حالات الكلى هيبقى عارفه اكيد، وهو نيبريلسن انهبيتور. احنا عارفين البراديكاينين من الحاجات المهمه جدا، ودي كارديو بروتكتيف بنفيت وافكت. والبراديكاينين اسمه ميتابولايز باي وات از كولد نيبريلسن انزايم. في طبعا كاتيجوري خطير جدا وفيري فيمس بين الكارديولوجيست هم بيعرفوا يستخدموه كويس، اسمه نيبريلسن انهبيتور، بينهبت النيبريلسن انزيم ويحافظ لنا على البراديكاينين ليفل ودي النورمال. طب انا استفدت ايه من الدواء ده؟ وخصوصا في الكومباينيشن مع الاس انهبيتور. استفدنا ايه من ناحيه الهارت ومن ناحيه الكيدن؟ لما حافظنا على البراديكاينين نمره واحد. الكومباينيشن بين النيبريلسن انهبيتور والانجيوتنسين انهبيتور. الديث اوف هارت فيلير، الديث او الهوسبيتاليزيشن بالهارت فيلير قلت. كان في هايبوتنشن اكتر في الحالات، ولكن الرينال ديسفانكشن كان اقل. والديكريز ان جي اف ار كان اقل. ولكن الادويه دي مينلي اللي بيكتبوها الناس بتاعت الكارديولوجي، لكن ده من الادويه المهم جدا ان هو ايه؟ يتعرف. نيجي بقى للحاجه الخطيره والبروباجندا اللي طالعه في حالات الهارت فيلير والدايابيتس، هو الاس جي ال تي 2 انهبيتورز، صوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2 انهبيتورز. برضه حضراتكم هتلاقوا على netfootyoub.com محاضره كبيره جدا بتتكلم على الاس جي ال تي 2 انهبيتورز بالتفصيل الممل، مع الدي بي بي 4 انهبيتورز والانكريتين مايميتكس، وبرضه اعتقد ليها فيديو على قناه اليوتيوب. مع ان هنا هنقول تو ستاديز لسه نازلين يعني الشهر ده، مش موجودين في المحاضرة على نيفروتيوب، ولكن بقية التفاصيل على نيفروتيوب. تعالوا نشوف أنا عايز أقول إيه. تعالوا نبص كده على الريسنت جايد لاينز الـ ADA بتاعت علاج الدايابيتس. قالوا إيه؟ لو العيان دايابيتك ومن البداية مع هارت فيلر أو سي كي دي، الفيرست لاين أوف ثيرابي في الحالات دي هو الـ SGLT2 انهبيتور. تمام؟ لو كان توليريتد. هي ايه فكره الاس جي ال تي 2 انهبيتورز اللي هم الامبا جليفلوزين والكانا جليفلوزين والدابا جليفلوزين؟ ايه الفكره بتاعتهم او ميكانيزمو في اكشن بتاعه؟
عارفين كلنا طبعا ان الجلوكوز is reabsorbed في ال proximal convoluted tubule عن طريق co-transporter بيعتمد على ان الصوديوم بيمسك وبيخش مع الجلوكوز. هو من اسمه صوديوم جلوكوز co-transporter inhibitor SGLT2. انا بقفل ال SGLT2 carrier ده فبيمنع الجلوكوز والصوديوم reabsorption، فبالتالي والجلوكوز يبقى excreted فيعالج الايه؟ يعالج الهايبرجلايسيميا. ده الميكانيزم اوف اكشن بتاعه. طب هل الدواء ده ليه بقى cardiovascular benefit ورينال benefit؟ تعالوا نشوف ايه cardiovascular benefit بتاعه. ليه الدواء ده عليه ضجه كبيره؟ وليه الادويه دي بقت دلوقتي فيرست لاين؟ وليه الادويه دي عمالين يجربوها في كل حاجه دلوقتي؟ بالنسبه للcardiovascular benefit بتاع الدواء ده، ايه الافكت؟ في ايفيدنس ان ليهم بروتكتيف افكت على الهارت. في اول اكبر ثلاثه ترايلز اتعملوا وهم اللي زقوا الكاتيجوري ده من الادويه، الامبريت والكانفاس ترايل والديكلير تيمي 58 ترايل. الثلاثه ترايلز دول من غير ما اخش في تفاصيلهم عشان المحاضره دي طويله، هتلاقي بقى القصه والكلام والتفاصيل في المحاضره المنفصله على نيفروتيوب. لقوا ان الاس جي ال تي انهبيتورز كومبيرد مع البلاسيبو بيقللوا الريسك اوف كارديوفاسكولار ايفنتس وبيقللوا الريسك اوف كارديوفاسكولار ده. ليهم فيري سترونج كارديو بروتكتيف افكت. جربوهم في عيانين ايه؟ بص بقى ركز كده، عيانين دايابيتكس، ما هو ده دواء بيعالج السكر، وعيانين ايه؟ كارديوفاسكولار. جميل. وعشان الثلاثه ترايلز الكبار طلعوا دول، ده خلى الاوروبيان سوسايتي اوف كارديولوجي بصوا تعمل ايه؟ قال لك لو العيان تايب 2 دايابيتس وما كانش ماشي على ادويه قبل كده، لسه متشخص وعنده هيستوري اوف هارت فيلير او كارديوفاسكولار ريسك، ادي الاس جي ال تي 2 انهبيتورز الاول، مش ميتفورمين طبعا. وات ايفر، احنا انا موافق او انتم موافقين على الكلام ده ولا لا؟ بس عشان بس ما يبقاش كلام يتفهم غلط، انا ما بزقش ناحيه الاس جي ال تي 2، انا بعرض الايفيدنس الموجود. تمام؟ الميتفورمين ارخص وموازنا بنستخدمه في، يعني دي بقى كل واحد حر في البراكتس بتاعه، بس انا بعرض الايفيدنس. هم قالوا خلاص ده فيري بروتكتيف وسترونج جدا، فبالتالي ايه؟ نبتدي بيه. وجا بعد كده في 2019 بعد ما الجايد لاينز نزلت، اثنين ترايلز كبار جدا، 21 نوفمبر ده بقى اتش اف تايم، عملوا ايه بقى؟ جربوا الاس جي ال تي انهبيتورز في العيانين اللي عندهم هارت فيلير. طب ايه الجديد يعني؟ ما احنا قايلين ان بروتكتيف. لا الجديد هنا ان جربوه في عيانين نوت دايابيتك اصلا. يعني جربوا الاس جي ال تي 2 في دايابيتك بيشنتس وذ هارت فيلير اند نون دايابيتك بيشنتس وذ هارت فيلير، ولقوا له بروتكتيف افكت. يعني زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، هو ليه بروتكتيف افكت ريجاردلس اوف ذا بريزنس اور ابسنس اوف دايابيتس. مش كده الدواء اللي عمال يتزق. مش كده وبس، ده احنا لسه في 30 اغسطس او 29 اغسطس ده شهر 8 ده، الامبيرو ريديوس ترايل طلع جابت نفس الريزلت بتاعت الدبا اتش اف اللي انا لسه حاطها. ان الامباجليفلوزين، يعني هنا كانت الترايل دي كانت على الدبا جليفلوزين، الترايل دي على الامباجليفلوزين، لقوا برضو انه بيقلل اللو كارديوفاسكولار ديث هوسبيتاليزيشن اوف هارت فيلير سواء العين عنده سكر او ما عندوش. فبالتالي هو ليه كارديوفاسكولار بروتكتيف افكت باي ايفيدنس. طب هل ليه بقى رينال بنفيت؟ اتقارن مع البلاسيبو، اشهر ترايل قارنت او جربت الاس جي ال تي 2 انهبيتورز على رينال اوتكم كانت الكريدنس ترايل، جربوا كانجليفلوزين، ومن قوه الاستادي او النتائج بتاعتها كانت قويه جدا لصالح كانجليفلوزين. الاستادي وقفت بدري، لقوا ايه؟ ان الناس اللي اخذوا كانجليفلوزين كان عندهم الاتي اقل، الجي اف ار انه يقل كانت اقل، يعني بيقلل البروجريشن، كانوا الدبلنج اوف سيرم كرياتين كان اقل، تايم تو دياليسيس اور كيدني ترانسبلانتيشن، رينال كارديوفاسكولار مورتاليتي، يعني كان ليه بروتكتيف افكت. وعشان كده راحت الاف دي اي منزله ان الكانجليفلوزين هو الابروفد دراج تو بي يوز تو ريديوس ذا ريسك اوف اند ستيج كيدني ديزيز الى اخره لو العيان معاه سي كي دي ودايابيتس. وظهرت بقى استراتيجيه جديده، هي لسه ما اتنشرتش ولكن لسه متقاله، يعني اعتقد 30 اغسطس 30 اغسطس اهو، على في الاوروبيان اوف سوسايتي اوف كارديولوجي كونجرس، كان ابستراكت، ده ابستراكت في الكونجرس لسه ما يعني محطوط على الويب سايت بتاعتهم 30 اغسطس. الابستراكت ده اسمه ايه؟ ابجليفلوزين اند بريفنشن اوف ادفيرس اوتكمز اوف كيدني ديزيز. احنا كنا بنتكلم شويه على الكانجليفلوزين، لا دول جربوا الدبا جليفلوزين وجايب نفس النتيجه تقريبا، انه
بيقلل الـ death from cardiovascular heart failure and all comorbidity in chronic kidney disease patients في وبيقلل الـ risk of أنا عايز دي بيقلل الـ risk of kidney failure. هي لسه ما اتنشرتش لكن عرض كأبستراكت في المؤتمر. فبالتالي احنا وصلنا ان هو ليه رينو بروتكتيف افكت وبيديلي السي كي دي بروجريشن. ولكن كان في كلام وانا اختصره في المحاضره اللي انا بتكلم فيها دلوقتي دي تبسيط في المحاضره اللي على النفروتيوب ان هو الاس جي ام تي 2 انهبيتورز ممكن يزودوا ريسك اوف اكيوت كيدني انجل. ازاي؟ ازاي دي؟ ان هم احنا عارفين ان هو بيقفل الجلوكوز كو ترانسبورتر قلنا ده ممكن يعمل بوليوريا. بوليوريا والبوليوريا دي تدخل عيان في بري رينال فيلير. وفعلا كان في ريبورتد حالات في 2016 على الاف دي اي من الكانابينفلوزين والدابكالفلوزين 101 حاله جالهم اكيوت كيدني انجل من الادويه، ولقوا ان اكتر حالات جالها اكيوت كيدني انجل هي حالات السي كي دي، حالات اللي معاها فوليوم انترا فاسكولار فوليوم قليل خاصه الاولد ايج لان دول ممكن يكونوا ما بيشربوش كويس او بيجيلهم فومتنج دوريه ايا كان، عيني كونجستيف هارت فيلير نتيجه الكارديك اوتبوت قليل، او لو العيان كان بياخد اس جي ام تي 2 انهبيتور مع دايريتكس او اس انهبيتور اي ار بيز او نون ستيرويد، وده منطقي. طيب ولكن وده بقى المشكله في الايفيدنس واللخبطه. بعد ما طلع الكلام ده في 2015 وقال لك الحاجات دي بتزود اي كي اي، طلعت ميتا اناليسيس كبيره جدا سيستماتيك ريفيو ميتا اناليسيس كبيره جدا 5 سبتمبر 2019 قارنوا كل الاستاديز دي، دول كانوا 105 حاله ريبورتد مع بعض مش استادي، لا جابوا بقى كل الاستاديز وشافوا الامباكت بتاع الاس جي ال تي 2 انهبيتورز على اكيوت كيدني انجل. هو ايه؟ ريديوسنج اكيوت كيدني انجل، ريديوسنج اكيوت كيدني انجل اوفرول بقى في الاستاديز الكبيره اللي كانت بتست الاس جي ال تي 2. فبالتالي انا هحط هنا جنب انكريز ريسك اوف اي كي اي علامه تعجب او علامه استفهام، لان عندنا ريبورت تبقى طب في البراكتس اترجمها ازاي؟ اخد بالي وابقى فاهم العيان اللي هو داخل في بوليوريا يرجع لي اوقف دواء او اقلل الدواء عشان العيان ما يخشش في ايه في الدين. اخر حاجتين صغيرين هنتكلم عليهم، بعض الادويه اللي بتظهر في التكست والليتريتشر اللي ملهاش دور في الكارديو رينال سندروم زي ايه؟ زي الفازودايليتور زي النيتروجليسرين والنيتروبروسايد والنيسيريتايد. برضه من الحاجات اللي ملهاش افكت قوي في الكارديو رينال سندروم الدوبيتامين والدوبامين الى اخره. كل فكتان برضه لسه الايفيدنس عليه مش قد كده، والسلكتيف ادينيسين اي 1 ريسبتور انتاجونست. يعني نيجي بقى لاخر استادي هقولها في سلايد واحده بس، استادي مهمه جدا ليها علاقه بالكارديو رينال سندروم وهي الاسكيميا سي كي دي ترايل. يعني انا قلت تقريبا نفس المحاضره اللي انا بقولها دي من سنتين او من سنه ونص، كانت اسكيميا سي كي دي لسه برضه كانت معروضه في مؤتمر، لكن حاليا الريزلتس بتاعتها طلعت في شهر 3 السنه دي. اسكيميا سي كي دي ترايل دي قالوا ايه؟ عندنا عيانين عندهم كروناري هارت ديزيز وعندهم كيدني ديزيز، هل اديله ميديكال ثيرابي ولا اعمل له قسطره كروناري انجيو؟ هل اركب له ستنت ولا اعمل له ولا اديله ميديكال ثيرابي؟ طيب تعالوا نشوف كده ايه الكرايتيريا بتاعت العيانين. عيانين ناخد بالنا كرايتيريا ستيبل كروناري ديزيز، تمام، ادفانسد كرونيك كيدني ديزيز، ومودريت اور سيفير اسكيميا. لو هو ستيبل كرونيك ديزيز بس اوف مودريت اور سيفير ديجري، اديله ميديكال ثيرابي ولا اعمل انفيزيف استراتيجي قسطره؟ الحقيقه لو ان في الاخر مفيش فرق بين ان انا اعمل قسطره او ان انا ادي ميديكال ثيرابي، وبالتالي الارم او دلوقتي المانجمنت هيبقى في سكه ان انا طالما هو ستيبل كورونري ديزيز نوت بروجريسيف وات ايفر السيفيرتي بتاعته مودريت اور سيفير. ماي هوم مسجز الترا فلتريشن كان بي كونسيدرد اونلي اف اول ميجرز فيل ان ديوس انكلودينج دايريتك يوز ده في العينين اوفرلودد. Single intravenous effective dose is the least dose that will cause response. هي أقل جرعة أديها تديني response، ولو اديت جرعة ما جابتش response لازم أعلى لغاية ما أجيب response. Titrate diuretic dose every 2 hours. أنا بقيم الدايريتكس بتاعتي كل ساعتين لثلاثة لغاية ما أوصل للماكسيمم دوز أو وات ايفر أنت شوف أنت الدوز اللي أنت وصلت لها كانت satisfactory. Thiazides cause sequential nephron block to overcome diuretic breaking phenomena. Make all your efforts to treat overload even in case of elevated urea and or creatinine with dosage changing and close monitoring. Ultrasound have a role in volume assessment beside clinical examination. Modify ACE inhibitors, ACE ARBs
dose according to changes in serum creatinine in heart failure patients على حسب هو preserved ejection fraction ولا reduced ejection fraction. Neprilysin inhibitor has a cardio and renal protective effects. SGLT2 inhibitors have a cardio and renal protective effects. CKD patients with stable ischemic heart disease, moderate to severe ischemia, they didn't benefit from invasive therapy more than optimal medical therapy regarding incidence of death or MI or improvement of angina symptoms. وشكرا جزيلا.